التلفزيون بدنا نرحكم معكم بحلقه جديده من حلقات ماكول. هنا اهلا وسهلا فيك فيفيان. اهلا فيك. كيفك اليوم؟ كيفك بهالشوبه؟ منيح والله. شوب كثير. شوب كثير. شوب ما بيقول وال... شوب. والقصه شاف انه شوب حراره 40 وبتشتي بالجنوب بنت جبال. على قوه الشوب بشوفي ايه. بالسودان يا حرام شو عم بيصير. وبالسعوديه. والجزائر و... يلا. انا بقول يلا. يعني صار على اخر ايام. انا هيك شايف. حلقتنا اليوم يلي هي على طول مميزة، عنا اليوم بطاطا مهروسي مع الدجاج بالفرن، وعنا بندورة بالزيت. أول شيء بالنسبة للبطاطا، البطاطا هي على الفرن، غسلتهم فيفيان وحطتهم عم تسلقهم. من بعد ما يغلوا على نار قوية بننوس النار، وأكيد اليوم بنساوي الحلقة لأنه إذا حطيناهم دغري أول ما نجي ما بتلحق الحلقة، أول ما نبلش مباشر، بس نحن حتى نوصل شو ربع ساعة لنلحق خلال الحلقة يستووا لنكمل معكم هالصنف. من بعد ما نشيلهم منقشرهم مندقهم أو منطحنهم، منضيف معهم شقفة زبدة شوي كبيرة مع شوية ملح وبهار أبيض. منجيب جاط أو صينية من نص الكمية منحطها بالكعب. بعمل قلية بشقفة زبدة صغيرة على النار، بصلة كبيرة ضيف عليها دجاج قطع مع حصين ثوم، لانه دائما الدجاج بحب الثوم، بيتقلبوا مع بعضهم مزبوط. بعدين بضيفهم على النار ملح، بهار ابيض، بهار دجاج، وبشيلهم عن النار. بحط الحشوه فوق منهم. هلا الحشوه فينا نحط صنوبر، فينا نحط كاجو، فينا نحط جوز، فينا نحط لوز، فينا نحط فستق سوداني. كل شخص يلي شو متوفر عنده في يحط شوي من هال الفاكهة الزيتية. هالحشوة صارت عنا منضيفة على الصينية أو الجاط. برجع طبقة تانية من البطاطا، هون صرت بدي أعملها بـ على الماي. كل القرص بعمله شوي على الماي وبحطه منشان يجي راكب محله، محل ما بدي أحط منشان ما يجي فرد محل. بعدين بملسها، برش على وجهها شوية كعك ناعم ومنفوتها على الفرن. منسوي لها صلصة. الصلصة هي يعني تطلع طيبة بدها بصل ناعم مع شقفة زبدة، ثوم ناعم، جزرة، قطعة كرات، قطعة كرفس، عظم دجاج. وقت نكون أي شيء استعملنا دجاج فينا نستعمل العظم تبعه. كلهم بيتقلوا مع بعضهم. طحين ملعقة ونص، رب البندورة حوالي الملعقة ونص، وبغليهم على النار مع ملح وبهار أبيض مع كبيتين وربع من الماي. بس يغلوا على النار شو نص ساعة أو تلتين الساعة، بصفيهم ويطلع عندي صلصة البطاطا بقلب الفرن مع الجيش. أما بندورة بالزيت، البندورة بتشوفوها قدامكم هون. شو ما تبلش بالحشوة؟ حشوة. تركي الحشوة، خلينا نبلش بالرز، لأنه الرز يلي بنحطه بقلب البندورة مش رح نقليه على النار. غسلي لي إياه. منشان ينتقع معه وينضج معنا، يعني دائما بنفكر بكل شيء على النار بده وقت هو بالاول على النار. ناخذ اتصال. الو. نقطع. هالبندوره بدي اقورها، هلا بتشوفوا كيف بقورها، بشيل لبه من جوا. بحاول خلي غطاها. بفرم بقدونس ناعم او خشن، شويه نعناع، بصل ناعمه، رز مصري، زيت زيتون، عصير حامض، ملح، شوية بهار، بخلطهم مع بعضهم، بحشيهم وبفوتهم، بحط لهم شوية زوم ماي مع عصير الحامض بقلب الفرن وبستويهم وبيطلع معي بندورة بالزيت. هذا الرز تغسل. هي الرز تغسل. يلا حطيهم بالجاط إذا بديك، هي الجاط الكبير. شوفوا كيف هنشتغل بالبندورة. الرز دائما قبل الكل بغسله ونحطه بالجاط، نضيف عليه المكونات ويبلش يكبر وينضج شوي من حجمه لو منه على النار، يعني ليصير يطرى معي بعملية الشغل. منجيب هاي البندورة من هون، نتفة صغيرة منشيلها، بعمل هيك
غطا برجع بعمل هيك بهالشكل من هون وبفضيها. هلا اعطينا الصينية هاي، في صينية هون بنحطها بالصينية بهالشكل. هيدا راح احطه هون. كمان نفس الشيء. يلا انت بتنقر يلا خلي لي ناخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور شيف انتوان. بونجورين يا اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. تسلم على عافيك. ليك تسلم لي، انا اجاني هديه جالون زيت بس مدق طعمته مدقه كثير، شو بينعمل فيه؟ ما فيك تعمل شيء ابدا ابدا. هو زيت نباتي عم تقصد او زيت زيتون؟ زيت زيتون. فيك تعمل فيه صابون. اوكي حبيبي، اوكي ميرسي. يلا تكرم عينك. استعملهم. الو نعم. استعملهم للطبخ؟ نعم. بتضيع الطعمة. بس أوكي. كل شيء ناي كل شيء ناي بتبين الطعمة. استعملوا للطبخ بيمشي الحال. طيب انا ممنون اتعينك. اوكي عمفة. حبيبي هاو بدي يكونوا من قبل بسنة او قبل سنتين، يمكن قبل بسنة بس يكون ضربون الشمس شوي بيعملوا هيك. طيب انا ممنون اتعينك. بخاطرك حبيبي بخاطرك. هلا اوقات بيقولوا شيف بس يكون الزيت جديد بيبقى بيبقى لا بكون حد هيك هيك غير شيء بيكون هيك حد غير طعم غير شيء. كمان بناخذ اتصال. الو هلا دوري. الو 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 بونجور. بونجور شيف انطوان. بونجوريني اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. ميرسي الله يسلمك. وتسلم انت واذاعه لبنان. ايه تسلمي. الله يحميكم. تسلمي. بس بدي اسالك سؤال، كيف بدي اعمل الكروفات مع الرز خضره؟ ايه تكرم عيونك. ميرسي سلمو يعطيك الف عافيه. تكرمي. هلا هاودي بيشوفون بس نحن بنسكرهم نرجع. هدوك بنحطهم بالحشو بشكل شيء. ايه اكيد. هلا بقول لك بدي طعميكي قلب البندوره. يعني القلب ما بنكبه. وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور. كيفك كيف انطوان؟ ماشي الحال كتر خير الله. طول عمرك. معك ميشيل عظم. يا اهلا وسهلا فيك حبيبي. قلبي بدي اتعلم منك بس الحمص البيروتي. نعم. اذا في مجال. ايه تكرم عيونك. طول عمرك. اول شيء الحمص بده ينقع من عشيه لبكره. يلا حطي لنا اياها على جنب. من عشيه لبكره البقدونس بده ينقع. ايه بعدين بدك تحطه على من بعد ما تشيله من النقع بتصفيه. من بعد ما يتصفى تحط له رشة كربونات، تتركه 10 دقايق بالكربونات، ترجع بتغسله من مية الكربونات عدة مرات 3-4 مرات، بتغمره بالماء، بتحطه على نار
قوية بتخلي يغلي، بس يغلي بتنوس النار وبتتركه على نار خفيفة ليستوي. من بعد ما يستوي بتشيله بتبرده، بتحط حمص بقلب المكنة الآلة الكهربائية بتطحنه، بتضيف المعدل هو نص كيلو من الحمص، بتضيف فقط 150 جرام طحينة على الحمص البيروتي، بتدعكن مع الطحينة، بترجع بتضيف لإلهم بندورة ناعمة، بقدونس شوي ناعم كمان أو هو بينطحن، عصير حامض، وبيطلع عندك الحمص البيروتي. تكرم عيونك وأهلا وسهلا فيك. طول عمرك. تكرم حبيبي. مزوم هلا المندورة كلها زوم. هلا حطي الزيت، حطي عصير الحامض. يلا. لنعمل الحشوة لأنه مع الرز هم عم نرجع إنه اليوم بتبين بالزيت، بس هي بدها أكثر شيء وقت. حامض كله. إيه. بنحطهم لينقع الرز فيهم ويصير ينضج معنا بسرعة مع البندورة والبقدونس وكامل العناصر اللي بنحطها. رح اهرب معك البقدونس. هلا البقدونس بنفرمه. هيدي افكار جديده نحشيها البندوره بهالحشوه. ايه بتطلع طيبه. ما هلا عز موسم البندوره صح. علينا نلاقي شيء يطلع طيب مع هالاشياء اللي بتكون متوفره عنا نستفيد منها، والبقدونس كمان عز موسمها. يلا رح حط حطي نعناع. نهرم النعناع. ايه فرومي. نفرم لهم بسطة صغيرة أو وسط ناعم. هيدا كله ما تكبه، كله بينغلى، بيغلو مي وبيغلو نعنع لو ضلوع. والبقدونس منيح شاف كله منيح المغلي. وبناخذ اتصال. الو الو مرحبا شيف. مرحبتين يا اهلا وسهلا. كيفك؟ معك ماريانا. ايه يا اهلا وسهلا فيكي ماريانا، كيفك؟ الحمد لله. بس بدي اعزبك، فيك تعطيني طريقة حشوة المقدور؟ ايه تكرمي عيوني. ماشي تكرمي. هلا مكدوس الباذنجان. في مدام بدها كروكيت. ايه كروفيت لقرايدس بالهي. يلا فرمين بزيادة. يلا فرمي لي اياهم. حط معهم ملح. بهار ابيض. نخلطهم مع بعضهم. تجيبي لي البندوره معي كمان معروف.
يلا انا سيارتي. هاو صاروا مع بعضهم بهالشكل، شيلوا عبيه يعني لانه بتزم هيك وبعد يلا انا بشتغل غير شيء. توسع لك وبناخذ اتصال. الو الو الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا فيك. شايف سؤال بعد امرك، الرز ليش بيعجن اذا كان ايطالي او مصري؟ ما عم بسمعك مزبوط، بس عن طريقه الرز ليش بيعجن اذا كان مصري او ايطالي، كيف طريقه الطبخ؟ اوكي تكرم عيونك. شكرا. اول شيء الرز المصري او التلياني طريقتهم صعبه، اصعب من الرز العادي. بدنا نتبع اربع اشياء اساسيه منشان يطلع معنا الرز منيح. اول شغله، ممنوع ينقع عن النص. عم برجع اقول كلمه ممنوع، يعني ليزبط معنا ممنوع ننقع الرز بمي سخنة وأكثر من نص ساعة، فقط بمي عادية. تاني شيء، بينحط مع الرز هلا عم نساوي الصلصة، بدها رتفة وقت، طبعا كل شيء بده وقت، والبطاطا أكيد هي على النار. تاني شغلة، منصفي الأرز ومنضيفه على وعي فيه شوية زيت أو زبدة أو سمنة، وبحرك الأرز ليحمي الرز ويصير كل حبة ملزقة بست سبع حبات. هاي تاني شغلة. تالت شغلة، ممنوع ضيف الا مي مغليه عم تفقفق، يعني المي بدها تكون عم تفقفق على النار لاحصل على رز ممتاز. الشغله الرابعه والاخيره يلي هي اساسيات، ممنوع الارز بس يغلي الا نوّس علي، لازم نوّس علي واتركه 22 دقيقة، ممنوع احركه ولا حركة. هيدي اربع عوامل اساسية. نرجع فينا الخامسة اذا بدنا، على 22 دقيقة بحركه حركة وحدة بغطي وبتركه خمس دقايق قبل عملية السكن. بيطلع معك الرز طيب ومنيح وكل شيء. روقي روقي، ما خلصنا ما خلصنا. بنحط شوية مي، وبغليهم على النار شوف ال يلا بلشي حركي. شوف البطاطا أو لا بدها شوي بعد، خليها تستوي. حطينا بصل، جوانح، ثوم. هون عم نسوي الصلصة. الصلصة مهمة أكثر من الأكلة، ليه؟ بلاها ما بتطلع طيبة، لنكون صريحين، يعني دائما في طيب وفي أطيب بنقول. هلا بنحط معهم العظام الدجاج. هنا طلع الكرات. هذا علق الكرافس، بفرمهم مع بعضهم. هاي
المي لها لتغلي. يلا يلا ضيف الكرافس والكرات. منضيف الكرافس والكرات لإلهم. هلا هي لوحدها بتحل لحالها لوحدها بتنسى. ما بدها من ينزلها وبعدها ما بتعرش حرام لي واحد يهديها هي لوحدها بتنسى. بيمشي حالها. ايه الجزر بقطعه هيك وبناخذ اتصال. الو 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 بونجور. الو مرحبا شيخ. يا اديال كيفي؟ لك كيفك اشتقنا لك. اه بالاكثر طمنينا عنك. كتر خير الله الحمد لله على سلامتك. تسلمي وانتو كمان. كيفك يا اديال؟ شيف انطوان. يا عيوني. انا حاطه التلفزيون مطرح باوضه والتليفون مطرح لازم ينحطوا بفرد اوضه تقشعر واحضر الحلقه كامله. مرت الجاي كل الحلقه. مرت الجاي اعملي هيك. شيف انطوان. نعم. عم تلف انت عايدك بعيد العذر ينعاد عليك. تسلمي تسلمي. ومنعيد كل شخص اسمه ماري ومريم وكل اسم مشتق من ماري. ميرسي لإلك. شيف انطوان. نعم. عملنا مربى بالليمون اليوم عيد العذرة. كيف بيعملوا مربى بالليمون؟ مربى الليمون. الو مربى الليمون. ايه كيف بيعملوا مربى زق وجاتو غير شكل بالليمون؟ اعطيني المقادير تسجل اعمل معروف. يلا تكرمي تكرمي عيونك. يلا حركي لي شوي. يلا رح نبلش هونيك. هلا كمان هاي الزبدة على المقلاية الثاني. مربى بالليمون وقطون بدها كل شيء بالليمون. أداه هلا أول شيء الليمون البصفير لنساوي قشره. بده يكون القشر مبروش. ومن بعد ما يكون مبروش ننقعه بالماي 24 ساعة وفينا 36 2 صح. إذا ما نخلي شل شمرورة صغير على 24 ومنغير الماي 4-5 مرات. هلا برجع بشيل القشر بنقعه بمية الكلس. ارجع 24 ساعة. خليها تدوب الزبدة. مية الكلس عفوا 12 ساعة. غسله من مية الكلس حط على النار لنفترض عندي كيلو قشر الليمون بحط كيلو سكر مع كباية مي وفينا نسلق اذا بدنا قبل قشر الليمون بشوية مي وملح على النار لمدة 7 دقايق وبردهم وبستعمل كباية المي منهم هني. حط اللوزات هون. إلا بنستعمل لوز او صنوبر او كاجو اللي بدكم اياه او فستق سوداني كل واحد شو متوفر عنده بيمشي. غلية المي شايفة. يلا حطيها على البندورة. حطيها حطيها وزعيها كلها. يلا حطي البصل عندك على اللوز. هاي البندورة نفوتها على الفرن. حاطين مي مغلية عليها لنسرع بعملية النضج. هون بنضيف طحين للصوص. حركة يوم. قلنا منضيف لكباية كباية إما من مية القشر أو
مي عادية لكيلو السكر، منضيف عليهم قشر الليمون، نغليهم ساعة ونص تقريبا، شوية عصير حامض بالأخير، قبل فينا نحط معهم ورقة عطر، منشيلهم وتكرم عينيك يا ست أدير، ومناخد اتصال. ألو 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 بونجور بونجور شيخ بونبون، كيفك؟ ماشي الحال حبيبي، كيفك أنت؟ شيخ بونبون بس كان بدي أسألك، أنا هلأ حاطط التليفون عم سجل، فيك تقول لي بس شو هن مكونات الفيلادلفيا كيف بيعملوها يعني؟ مو معروف مكونات شو حبيبي؟ الفيلادلفيا. فيلادلفيا تكرم. يلا حطي ربع البندورة. فيلادلفيا منجيب بالأول نص كيلو فوفيلي أو وجه فخذ بيكونوا طرايا، بتحط معهم مقطعين شرحات، بتحط معهم بهارات الفاهيتا. حط لها ماء شوي. ايه يلا حطي ماء. بهارات الفاهيتا ملعقة صغيرة ونص، بودرة الكاري ملعقة صغيرة، بودرة الزنجبيل نص ملعقة صغيرة، برج جوزة الطيب قليل، بهار أبيض على رأس السكين شوي صغيري، عصير حامض ملعقتين، زيت السمسم أو زيت عادي أو زيت زيتون ثلاث ملاعق، عم نحكي بملعقة شوربة، صويا صوص ثلاث ملاعق، حركيهم هون عامل معروف، كلهم سوا هو بينقعوا اقل شيء نص ساعة، عفوا ثلاث ساعات باللحمة، بعدين بتشيلها بتشويها للحمة أو بتقليها بقليل من الزيت، بعدين بتقلي بصل شرحات، بعدين فلافل لونين ملي. كلهم بيتقلوا هون، عم نحط للصلصة ملح وبهار أبيض وبهارات الجيش، حط بهارات الجيش. يا هلا اني بدي اشوف البطاطا اذا استويت نبردها شوي. هيك شوف استوى. قلنا تشوي اللحمه او بتقليها، ترجع تفرم بصل شرحات، تفرم فطر طازه او معلب بيكونوا شرحات، بتحطهم فوق منا فلافلي لونين او ثلاثة حلوة، كلهم سوا بتقلبهم فوق بعضهم، تحط اللحمة معهم تخلطهم معهم، شوية ذرة شوية جبنة موتزاريلا، بتجيب الساندويش بتفتحه فيك تدهن شوية مايونيز، وبتحط هالحشوة كلها بقلبها، ومنقول لك ألف صحتين، تكرم عينك حبيبي. في المكدوس شايف. يلا بلش انا بتقطيع الجيش، انت بتقشير البطاطا، وتوقف مع محطة قلنية وتتابع حلقتنا انا والست فيفيان عبر شاشة التلفزيون لبنان. تابع حلقتنا انا والست فيفيان، هاي عندنا الحشوة هون خلصت تقريبا، عم تتقلى، رح نطفي النار عليها وهون عندنا الصلصة، بس تبلش تغلي بنوس النار وبنتركها على نار خفيفة لتختر.
ما بيقولوا. هلا هون برجع بدور النار لانه بدي اضيف قطع الدجاج يتقلت. دجاج فرمناه على السكين. برافو. وحطي معهم الزبده، حطيها هي بتذوب لوحدها، وملح وبهار ابيض دغري وبرجوز طيب. قبل ما تبلشي صبر بعملي معروف هذا بهار ابيض، هاو منبلش نقلي يوم المكدوس. اصبح هون عم ضيف فيفيان ملح بهار ابيض وبرجوز طيب. هون حطيتي لي ملح داخلي؟ لا. ليش ما حطيتي لي؟ زعلاني مني؟ مش حرام عليك تعليني بلا ملح؟ وجوزة الطيب كمان منضيف عليها شوي. خلصت المكدوس شو؟ لا بعد، كنت عم بلش فيها هلا. مكدوس باذنجان صغير بينسلق على النار 5 دقايق، بيرجع بيتبلد، بينقص بالوسط، بيتعصر مزبوط بالايد كل وحده بوحدتها، بيندهن بالوسط ملح خشن، وبينحطوا بمصفاية وبيتقلوا 3-4 ساعات. وفينا من عشية لعبكرة فينا نحطوا على فوطة كمان يشربوا الماء. الحشوة، الحشوة هي فلايفلة حلوة، فلايفلة حارة يلي بده قليل، جوز ثوم هرجعيد، وفينا 5 كيلو من الباذنجان نحط لهم وقية جوز، وفينا نحط لهم وقية ونص. صح، في كل شخص حسب ما بده هو يكتر او يقلل. ومنحط ثوم تقريبا راس كبير ونص، فلافلة حمرة حبتين، وفلافل حلا حبة. يا ايه رح بلش مدة انا مدة، بس خليني نحط لها نقطة زيت بالكعب. بنحط نقطة زيت دقيقة. حيالا نوع زيت فيكن وعلى الدير شوي. يا بدك باي هيدي مع عرق بقدونس. يا هاو خلصوا بطفي عنهم. هات لسا عليك شوي. أو يلا خلينا نكفي لها. طحناهم مع بعضهم. يفضل الفلايفلي بس نطحنها نعصرها بإيدنا، ما بدها عصارة، منضيفها معه كل حب، ونحط معه ملح خشن. كل حبة باذنجان بحشيها بهالحشوة، في كتر وفي قلل. إذا للبيت كتره، إذا للتجارة وسط. منحطهم بالمرتبين، برجع بجيب المرتبين بحط عليه عودة. العودة بتكون نظيفة مغسلة قبل 2-3 ساعات محضرة، بحطها على وجه المرتبين وبقلب المرتبين على مهلة، مش لتقلب العودة ويقلبوا، وبحطهم على صينية وبتركهم من عشية لعبكرة. مع الشيخ معي كمان ترتي شوي. يلا
بتركوا من عشية لبكرة، وفي ناس بيتركون 24 ساعة. ننصح نرجع بتضيفولهم شوي زيت نباتي، شوي زيت زيتون، وبتسكروا لا يغمرهم. خليك لجيب ورقة نايلون روق شوي. لا يغمرهم زيت الزيتون، يغمرهم، بتسكروا المرتبان، من بعد 20 يوم بصير فيكم تاكلوا منه. خلص خلي ايديك نظيفة انت. ملي قراص بطاطا رخيهم شوي وحطيهم ليمدوا معك هيك. في لك سؤال شيف، كيف بجفي فوتين على ناصتين وبدهم هن كويس؟ هذا من امريكا عم يحضر، تلفنا لامه قال له احكي الشيف انطوان بده يد. يلا يحنشرح القرايدس ونحكي جفف له كويستين، والأخص هلا بالشوبات دغري أحسن شيء الطين بالشوبات. أول شيء الأرايدس بالخضار، الأرايدس يفضل يكون بقشره ليعطيني نكهة. إذا كان منظف الظهر بيت الرمل منه يعني بيكون منيح، وإذا مش منظف بدكم بسكين صغير ميمالة الظهر نشقه من ورا، نشيل الرمل منه أو المخرج، نغسله وبيضلوا بقشرته، بيضلوا بالقشرة لأنه بده ينطبخ بالقشرة. نرجع منقلي بصلة كبيرة، حط معها شقفة زبدة أو شوية زيت نباتي أو زيت زيتون، كل شخص حسب ما هو بده. برجع بضيف فوق منهم جزر مقطع مربعات أو نص شرحة، ضيفهم فوق منهم. برجع بضيف لقلهم فطر مقطع، ضيف الأرز، بضيف مع الأرز إذا عندي قرنبيط أو فليفلي مقطع رونديل. حط إيدك بالماي ودعكيهم هيك ملسي، عملي معروف ملسي ملسي، خلاص يصير ملسي ملسي. حطي حطي ماي ما بيأثر، حطي ماي. إيه نرجع قلنا منضيف قرنبيط معهم. يلا حط الكعك، رش الكعك على وجهن، مش ضروري كلهم يعني شوي. برجع اضفنا الرز، منضيف معهم ملعقة واحدة من رب البندورة، وبضيف لهم مي مغلية، بضيف القرايدس عفوا فوق الرز، بضيف فوق منه بقلبهم ليحمر او يصير لون القرايدس زهري، بنضيف فوق منه المي مغلية، بتركهم على نار بس يغلوا ملح بهار ابيض، بتركهم على نار خفيفة 25 دقيقة لانه حبة طويل الارز بيكون. بعدين على ال 25 دقيقة بجيب بازيلا طازة او معلب او مجلد، بضيفهم فوق منهم، بتركهم دقيقتين، برجع بحركهم قلبي وحدة وبيطلع معنا أرز بالخضار. تكرم عينك وأهلا وسهلا فيك. هلأ إحنا يصير في عنا عملية تبادل بالصواني بالفرن. فوطية عندك هاي، لا ولا شيء ولا شيء، بس جيبيها جيبيها هذه مسحي لي اياها، مسحي الداير. هالداير ضروري نمسحه لانه بتنشف البطاطا علي وبتعذب، بصير منظره اذا بنقدمه مثل ما هو مش حلو. فينا كمان اذا بدكم نزيحها تزيح شكلي هيك، سكري شوي للمنظر فقط، يعني ما لا بتاخر ولا بتقدم إلا أنه تكون بهالشكل.
نرجع من هون هيك. هلا بس ينخبز بقلب الفرن بيطلع شكله انه مرتب احسن ما يكون سيد. هلا بنصفي الصوص. لانه هالبطاطا مثل ما شفتوها ناشفه. اذا ما عملنا لها صوص ما بتطلع طيبه، دائما بقول لكم انا في طيب وفي اطيب. جيب الكبشه. كبشه. صفيها. منصفيها وهي الصوص مثل ما هي بنستعملها. نصفي ما بدها شيء. بس على النار اذا ما تكون سخنه، اذا بردت، بس اذا مثل هلا هي سخنه هيك ما بدها نار. هيدي اللي بتطيبها هي الصوص. ما تنسلنا التين شيف. يلا. التين اول شيء في التين الكامل مطبق وفي التين المشروح، ان كان اسود وان كان ابيض هي زيتها. بده شمس، اهم شيء للتين لينجح بده شمس مثل هالايام اللي اجت، وما بده غطيطة بالجبال، يعني اذا اجى غطيطة يفضل انه يغطى لانه اوقات بيعفن، اوقات بيدود على الغطيطه، ليش بصير في رطوبه كثير. شو بك هاي الفوطه؟ بدي احطها ولا شيء؟ لا شيليها بالاول عم هيك. التين اول شيء بده يكون كامل اجباري، لازم تكون فيه العنق، العنق ليكون كامل. بقطفوا مع العنق، وفيكم تقطفوا الطين اللي بيطلع مع العنق بتسووه كامل، واللي بيطلع معكم بدون العنق بنشرحها، بنشرحها وبنفتحها، بنحطها على اطباق قش او اطباق بلاستيك بس منظفه مصوبه نظيفه، تتعرض للشمس اجمالا بدها 10-12 يوم. هيدي عم بحكي عن المشروحة. بس بهالشوبات اللي نحن فيها 4 ايام عم بيكون كافي على مسؤوليتي وثلاث ايام. اما التين يلي هو كامل بايام العادي بده 17-18 يوم بزيادة. ومثل هالايام بده 6-7 ايام. بس ينشف التين بينحفظ بأكياس من النايلون أو أفضل من الخام أو الدولس، بهدي سنتين. في حال، رجع بقول انتبهوا، في حال هو محفوظ حسيتوا عليه في خيوط صغيرة رفيعة، شعيرات رفيعة، بتجيبوا وعي في ماي ويكون واسع مثل طشت بس يتحمل حرارة، بيقولوا له لك، بينحط في ماي وملح وخل قليل، يعني كل 5 لتر ماي بده نص كباية خل، أي خل. بس يطلع البخار بتحطوا له التين بقلب مسفاية وبتمسكوه فوق منها للبخار يتغلغل بقلبها، ويفضل يكون في ورقة غار، شو 3-4 حبات كبش قرنفل بقلب المي ليتعقم. نرجع نعقم التين، ترجع بتنشروه بالشمس 3 ايام اقل شيء، والشمس تكون منيحة
وبعدين ترجع بتحفظه مدة طويلة. هلأ التين لينطبخ، كل كيلو تين بده نص كيلو سكر ونص لتر ماء، وبيضلوا مع بعضهم من عشية لعبكرة أو ثلاث ساعات أقل شيء قبل ليرجع التين ينشف يعقد يعني وياخد طراوته. بينضاف للتين لكل كيلو كباية سمسم، في ناس بيضيفوا كباية ونص وفي ناس بيضيفوا كبايتين، هذا كله اختياري ومنه أساسي. في ناس بيضيفوا للتين قليل من اليانسون الناعم أو بيغلوا شوية يانسون حب وبيستعملوا ميتهم، مش ضروري. كمان المسكة ضرورية للتين لتعطيه طعم طيبة، ضيفها آخر شيء، وكمان ورقة العطر كمان ضرورية منشان ضيفها لورقة التين. لا لا اتركي، ورقة العطر بتعطيه كتير طيبة. من بعد ما يغلي التين على النار ساعة وربع تقريبا، بينضاف آخر شيء حبتين المسكي، حبتين المسكي المدقوقين مع شوية سكر مع ملعقة عصير حامض، وبينطفى النار دغري عن التين. بينسكب التين سخن أو فاتر أو بارد، كلهم مزبوطين مثل ما أنتوا بدكم. بعدين بيهدي التين سنة وسنتين، ومنقلكن عطول ألف صحتين. شاف التين الكويز ضروري ضروري لنتأكد إذا نشف نكبسه ونعبيه بخيطان أو لا؟ هلأ إذا عبيتيه، هلأ إذا يعني ضروري يعني بتكبس الحبة وبتعبيها. ليش هلا كله بده كبس، انت بس تعرضيهم هون، بتحطي التين هيك كل وحده تكبسيها تنكبس، هي لتنطبخ بتكون مكبوسه، تنشف هي ومكبوسه. هلا من بعد ما تجف اربع خمس ايام عبيتيهم بخيط وعرضتيهم بيجفوا اكثر، بس فيهم هن على الطاوله على اطباق قش على اطباق بلاستيك مثل ما قلنا، فيهم يتعرضوا للشمس بينشفوا ما في مشكله، بس بالخيطان بينشفوا اسرع 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 اذا مستعجلين الناس وما شابه ذلك. ولا هلا كمان موسم عنب اللي بده يعمل زبيب لازم ينسلق العنب او بيمشي بلا سلق؟ بيمشي بلا سلق احلى على البارد. ايه راح اشوف المقادير عبر شاشه التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا أنا والست فيفيان. هاي البندورة بالزيت استوت، منحطها ومنسكبها على جاط، وعنا هون بعدها بطاطا المهروسة مع الجيش.
هلا في ناس كتير يلي ما بيكون ضروري يمكن انا بنظري انه السنة صار عندها موسم تين، وانا بقول صار عند الكل في مواسم، لانه التين بده شوب والسنة اجا شوب. فيهم مش كل التين يطبخوا اخضر، يطبخوا على قدهم وبيصطحوا تين. هالتين اللي بيصطحوه بينشف معهم وبيحطوه، ما بده لا براد ولا شيء، ضمن كيس نايلون بينربط، بيضلوا محفوظ سنة ما بيصيرلو شيء. إذا اعتازوا بالشتاء بيرجعوا بيستعملوا، بحط بيرجعوا مثل العادي يعني، بحطوا لكل كيلو تين ناشف نص لتر ماء نص كيلو سكر، بينقعوه بيشقفوه بإيدهم تشقيف ما بده سكين، بينقعوا ثلاث ساعات أقل شيء، وإلا من عشية لبكرة بيكون أحلى وأحلى، وبعدين من قد بينطبخوا وبيكونوا سهلين. ايه والزبيب شايف كيف بلا سالق يعني بيحطوه بقى بيغسلوه بفرفطوه او لا؟ بده يفرفطوه، بده يتفرفط الزبيب وبينقع، بده يتنقع حبوب صغيره، حبوب مثل عين الحصه او العبيد الصغير لإله، مش حيار تجيبي حبه كبيره ما بتزبط بتعزي. بينقع مثلا بنحط 5 لتر مي، نحط نص كبايه سكر، ملعقتين كبار ملح خشن، منحط فنجان ونص زيت نباتي او زيت زيتون، كبايتين رماد، رماد الحطب، بينخلطوا كلهم سوا مع بعضهم، بينزلوا من بعد يروقوا وبيتصفوا على شاشه، بينجاب هز العنب التفرفط بيتنزل بقلبهم، ولازم يكون في العنق الصغير موجود بيكون احلى. بننقع فيهم شو نص ساعة، بنرجع بنشيلهم بنفرشهم على اطباق قش. هلا اذا فينا كل ساعتين نجيبهم وننزلهم بالماء نرجع نفرشهم احلى، ما فينا بنجيب الاناني يلي بترش بنعبي هالماي فيهم وبنصير نروح نحن نعملهم زيارة، بنبخهم ومن عشية بدهم طغطاي، بدهم 26 يوم زبيب تقريبا، وبيطلع معنا الحبة الزبيب المنيحة. بمجرى هواء او لازم شمس؟ شمس 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 كله شمس، كله شمس. الزبيب بحب الشمس. فينا نغطيه بشقفه او لا لازم؟ لا من عشيه بس مبارك. من عشيه اذا في غطايطه بده يتغطى، اذا في ندي يعني بيقولوا، ليش الغطايطه بترجع بتجمع وبتنزل ندي، بتصير ندي هون بتنزعه بده يتغطى وبتفوت لجوا، بس هو على طول بده شمس. والنقعه ضروريه، النقعه ما بيطلع زبيب ما بيطلع نقعة. هلا في ناس مستعجلين بيسلقوه دقيقة على النار دقيقتين بيرجعوا بيستعملوه، بيساعدهم على تطليع الحبة، بس كله النتيجة زيتها. البطاطا المهروسة أول شيء مشكلة فيفيانا على معاونتك على الأطباق الطيبة، كان عندنا اليوم البطاطا المهروسة مع الدجاج، بس أهم شيء برجع بقول لتطلع طيبة بدها الصوص، بلا هالصوص ما بتطلع طيبة ومنا بننبسط فيها. يعني اللي إلها جلادة تساوي بطاطا مع الدجاج وما إلها تساوي بجلادة تساوي الصلصة، أنا بقول لك اسمعي مني بلا ما تسويها، لا لأنه جوزك عايزك لك يقول لك شو هالأكل الناشفة وعم حس بالعطش. مع الصلصة بتطلع طيبة لا دواء عليها، وعنا كان بندورة بالزيت. حتى هيدي الصوص طيبة معها وشاف. إيه بس هلا هاي معها. حلقتنا اليوم انتهت، بنشوفكم على الأرض بحلقات جديدة. ميرسي فيفيان، بنقول لكم باي باي. باي باي.